بطاطس ملفوف. الله الظاهر ان السمك الذهبي اما بيشتغل ما شاء الله عليه، ما دور الحلا والله نفسه. هلا والله شباب من الهوستل، اقول لكم صباحكم سعيد بابتسامة سعيدة. طبعا شباب انا ساكن هنا في هذه الغرفة الجميلة، كنت باخذ غرفة خاصة ولكن شفت هذه فاضية فاخذتها. انا هذا سريري رقم 3، هذا رقم 3، فمعي الدرج هذا رقم 3 وايضا الطاولة هذه فاقدر استخدمها، لكن الجميل كل هذه فاضية فصاير الغرفة كأنها كلها لي، فعشان كذا اخذته مع انه ارخص من الغرفة الخاصة. فاجمل شيء اذا نمت كذا وحركات هنا تتفرج على النجوم والاشياء الجميلة والحركات. طبعا الهوستل ما هو كبير، الهوستل مرة صغير، في عندهم اشياء كثيرة مثل الغرفة الخاصة. هنا في غرفة خاصة ودي اوريكم اياها اذا ما في احد. تمام، مثل هذه غرفة خاصة كنت باخذها صراحة، فيها طاولة وفيها درج نفس ما قلت لكم، لكن ضيقة مرة مرة ضيقة، لكن الجميل فيها مكيف يعني لو تشغلها تصير لك ثلاجة. هنا في المطبخ، فيه عندهم الكافي، عندهم هنا الفطور عندهم ببلاش، القهوة والشاي كلها مجانا والفطورات مجانا. واجمل شيء هنا كاتبين لك حط اغراضك هنا لا تغسلها لانك تراك بإجازة ما انت جاي شغل يعني. الهوستل صراحة جميل، اعجبني مرة، هادي وفاضي وسعر رخيص وايضا وسط المدينة. طبعا مميزات السكن، انا ساكن في الدور الرابع، لكن في الدور الارضي هنا في عندنا بلاي ستيشن وحركات بالساعة. اذا دخلت هنا بتحصل هنا جلسات وبروجيكتر، اذا تبي تشوف فيلم ولا شيء يمديك تشوفه هنا، جلسة مع اخوياك والطرب والحركات والفلة. وطبعا فيه ايضا الفريرة وفي بلاي ستيشن تلعب بالليل، تحصل دائما ناس كثير يعني تلعب بالساعة. وهنا ايضا فيه بلاي ستيشن، وهنا في الالعاب مونوبولي ما مونوبولي الاشياء هذه عرفتوا. هنا الدورة المياه صراحة جميل جدا، يعني كل ما تطفش بالسكن يمديك تجي هنا وتلعب وتنبسط بالساعة، وسعره جدا رخيص. هنا الكافي والحركات. طبعا حنا في مدينة لفيف، القلب النابض لأوكرانيا. لفيف تعتبر من المدن ذات الطبيعة الخلابة صراحة، عندهم حدائق كل مكان، ما اقول لك في اماكن متعدده، كل مكان تلقى حدائق. فاذا كنت من محبين الثقافه والقهوه والشوكولاته والطبيعه، هذا مكانك الصح في لفيف. حنا الان بنروح نجرب مطعم اوكراني، صراحه من جيت هنا وانا ودي اجرب مطعم اوكراني، فاعتقد ان اكلهم هنا جدا لذيذ، فلازم نجرب اكلهم ونشوف نقرر بعد التجربه نقدر نحكم. هنا في شيء غريب، اذا شفتهم يشتغلون في مبنى ولا شيء يعني يصبغونه ولا يرممونه، دائما لازم يحطون نفس الستار كذا بينهم وبين شغلهم كذا. شوف مثل هذا المبنى حاطين نفس الستار الاخضر، ما ادري يسترون المبنى عشان ما يشوه باقي المباني. شوف هذا المبنى في جماله، وهذا مبنى ثاني شوف ساترين. اكثر الاشياء اللي تلاحظها في هذه المدينه محلات الورد والناس اللي يبيعون الورد، يبيعون الورد بشكل كبير جدا. مثل كذا، وايضا حتى بالشارع تحصل ورد يبيعون. هاي من افضل الهدايا اللي تهديها لهم هنا الورد. يا ورد. Excuse me man, is this place same this one? Oh. وزعت خطا. I think this one, right? Thank you. For you. أنا من جيت لفيف وأنا ودي أجرب الأكل الأوكراني، فحصلت أفضل مطعم تقييما للأكل الأوكراني هذا، فأخترت أشهر الأطباق. بطاطس مع تشيكن، في هذا بطاطس ملفوف مع خضروات. في هذه مثل السمبوسة عندنا، شوف كيف مثل السمبوسة، بطاط، وفي وحدة مع لحم بقر. أبغى أصير المرة هذه دكيتها باكلها بشوكة أجرب، يمكن طعمها يصير يختلف ولا شيء. بسم الله. كأنها سمبوسة داخلها بطاطس. جرب البطاطس.
واضح انه بطل سعد قام جربه. بطاطس مهروس هذه كيف ياكلونها يا ولد؟ والله قويه. شوف كيف اذا فتحتها يطلع لك دجاج جوا. والله قويه يا اخي اطعن امه. والله حلوة جميل. نجرب هذه، واضح شكلها أنيق لكن ما أدري عن طعمها. فيها بطاطس مع خضروات. لذيذة جميل. طبعا هذا المطعم اللي جيته، وفيه بجنبه هنا، وفيه بجنبه هنا مكان مائي أو توقع أنه أسماك وما أسماك، فبنشوف السعر إذا كان كويس بنخش. How much the ticket? Can I have one please? أخذنا التيكت وبنشوفه كيف يكون. عليك يا عضلات. هذه انواع الاسماك، لكن هذه المشكله تواجهها في اوكرانيا كله بالاوكراني والروس. اللي يفهم يعلمنا. الذهبية شوف كيف الوانها، سبحان الله. شوف كيف، سبحان الله، تحس انها ذهب. تشوف مخلوقات الله، ترى العجائب سبحان الله، شيء عجيب. أسماك أشكال مختلفة، أحجام، ألوان، سبحان الذي خلقها. من الأشياء اللي تتميز فيها هذه المدينة إنها تمزج بين الحداثة والتاريخ. مثل هذا المبنى شوف كيف، وهنا طبعاً أكثر حاجتين تشوفها تشتهر فيها لفيف اللي هي الشوكولاتة والقهوة، فتشوف هنا أكثر المحلات تبيع الشوكولاتة والقهوة، فهذا محل من أشهر المحلات اللي حبيب. لكن حنا بنروح نجرب الى مصنع الشوكولاته والقهوه نفسه ونجرب ونشوف كيف. حصلت المملكه العربيه السعوديه يا بعد راسي والله.
هذا يعتبر واحد من اشهر المصانع الشوكولاته هنا، تحصل جميع انواع الشوكولاته. الشوكولاته كيف؟ ما شاء الله عليه، ما ضول الحلا والله نفسه. يا فضحي فضحة، يا فضحي فضحة، يوه براين الله براين الله، يو كون ودي وجي من الناس. بنجرب الميكس شوكولات اول شيء، شوف شلون. بسم الله، جدا لذيذ ولكن حالي مرة، تحس انك تاكل سكر. جرب الكافي، واضح انه جميل مع القلب يا اخي، ما ودي خربه والله. والله حالي وجميل. اتمنى ان الفلوق اعجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وانشروا المقطع في كل مكان، وكونوا سعداء دائما. إجابات الأمة، أما إجابات أما إجابات الهوستل إنه بوسط المدينة.